ده يا جماعة تعليق أحد متابعينا أستاذ محمد، تعليق محترم. ولما يعني أنا عرضت سعر تمام، وأصبح إن في يعني أسعار جديدة تاني للبصل، الأسعار بتتغير في لحظة يا جماعة تمام، وألفت نظري برضو لحاجة مهمة، فأنا حبيت أطلع الفيديو ده ونشوف أسعار البصل. وبالفعل أسعار البصل يعني فيها ارتفاع تمام، ويعني في توقعات إن الأيام الجاية البصل هيرتفع تاني وهيرجع 7 جنيه تاني. فأنا أشكر الأستاذ محمد تعليقك على دماغي من فوق، وكلك احترام وذوق، تحياتي ليك. انا طلعت الفيديو ده مخصوص علشان يعني اعرفكم الاسعار الجديدة للبصل، واشكر الاستاذ محمد برضو على تعليق. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو يا جماعة علشان غيرك يستفيد وغيرك يعرف الاسعار. اللي فيها متابع جديد يشترك في القناة بالضغط على كلمة اشتراك باللون الاحمر اسفل الفيديو، وفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد. طيب معلش اسف على الاطالة. برضو الاسعار بتاعت البصل النهاردة يا جماعة، البصل الاحمر في لحد 6 جنيه وربع، البصل الأحمر في لحد 6 جنيه وربع، رجع يرتفع تاني. البصل الأبيض في لحد 7 جنيه، 7 جنيه إلا ربع، البصل الأبيض في 7 جنيه، 7 جنيه إلا ربع. وده ما يمنعش برضو يا جماعة إن في بصل من 5 جنيه لحد 5.5، لحد أعلى حاجة قلنا 6 جنيه وربع، 6 جنيه إلا ربع أعلى جودة، اللي هو 5.5 و5 جنيه ده أقل جودة. وفي طبعا التوم الأحمر يا جماعة سعره مرتفع، في توم أحمر صيني لحد 7 جنيه. إن شاء الله يعني إحنا أي جديد أي تحديث بنطلع فيديو على طول. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.